قوات الشرطة لفرق سخن الإجرام من وضع حد نشاط مجموعة إجرامية اختصت في ترويج الملبسات، حيث بعد استغلال المعلومات تم إعداد خطة مهنية محكمة مكنت من توقيف شخصين بمدخل عمارة بالتجمع السكني بعين نحاس بحوزتهم 11460 كبسولة برقابلين طلعت منشأ أجنبي ومبالغ مالية كانوا يموهون حيازتها على شاكلة قمامة في كيس بلاستيكي ليتم اقتيادهما رفقة المضبوطات لمقال الفرقة والعمل على استكمال الإجراءات القانونية ثم تقديمهما أمام النيابة عن تهمة التهريب في إطار جماعة إجرامية منظمة الممارسة الغير الشرعية لمهنة الصيدلة، عدم احترام الأحكام المتعلقة بالمراقبة الأمنية والإدارية لأدوية ذات خصائص مؤثرة عقلياً.